ربنا يخليك ويبارك فينا. مبروك لمصر النهارده، ويمكن انا اول رد فعل رغم ان احنا متوقعين من الاشارات الاوليه، ولكن انا بكيت لحاجه واحده بس، استطيع النهارده على راي الصعايده نستطيع اليوم ان نتقبل العزاء، نتقبل العزاء في شهداء الشرطه وشهداء الجيش وشهداء الشعب المصري اللي اغتالهم الارهاب. النهارده نقدر نبقى يعني رافعين راسنا وشامخين ان مصر اختارت من احترمها واحترمته. مصر قدرها السيسي، قدرها الرئيس السيسي. مصر استردت روحها، استردت حياتها. اللي انا عايز اقوله ان فرحة الناس دي فلتستمر اسبوع اسبوعين ثلاثة، مفيش مشكلة، بس ادعو الله ان تتحول هذه الفرحة الى طاقة ايجابية للعمل. هو ده الوقت الحقيقي، لابد كل مواطن نزل بفرحته وانتخب وادى صوته او نزل النهاردة بيحتفل، انا بقول يا ريت يمد ايده في ايد هذا الرجل عشان يساعد.